السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان كيفية إخفاء وإظهار الطبقات بشكل مستقل بين المودل سبيس واللاي أوت، وهذا على برنامج أوتوكاد. لدينا هذه الرسمة، هي عبارة عن مخطط لطبق أرضي من بناية بسيطة، قمت بتنظيمها في شكل ثلاث طبقات. لو أذهب إلى هذه القائمة، لدينا الطبقة 0 قمت بوضع داخلها المخطط، الطبقة الثانية قمت بوضع الأبعاد داخلها، والطبقة الثالثة خاصة بالأثاث. لو أذهب إلى اللاي أوت ستلاحظون نفس المخطط، لكن أنا في مثالنا هذا سأقوم بحذف هذا الفيو بور أو الفيو بورت، وأقوم بعمل إثنان ديليت، وأقوم بعمل أم في إنتر، وأقوم بعمل الفيو بورت رقم 1 مثلا هنا، ثم أقوم بعمل نسخ ولصق له حتى أحصل على الفيو بورت رقم 2 سي أو إنتر من هنا مثلا، وأقوم بوضعه هنا. أوكي، الآن أصبح لدينا 2 فيو بورت. جميل، أقوم بالرجوع إلى المودل سبيس. فرضا أريد أن أقوم بإخفاء هذه الأبعاد، فقط أذهب إلى هنا وأقوم بإخفائها من خلال الطبقة الخاصة بها يعني Dimensions، أقوم بإخفائها هنا. الآن عندما أذهب إلى Layout ستلاحظون تم إخفاء كذلك هذه الطبقة من خلال هذين الفيو بورت. أرجع إلى المودل سبيس، أقوم بإظهارهم مجددا يعني إظهار هذه الطبقة. الآن سأذهب إلى اللاي أوت وأقوم بإخفاء هذه الطبقة يعني من الفيو بورت رقم 1 فقط. أقوم بالضغط هنا مرتين وأتي إلى هذه القائمة. لو أذهب إلى هنا أقوم بإطفاء هذا المصباح، ستلاحظون حدثت نفس المشكلة، يعني تم إخفاء هذه الطبقة من خلال هذين الفيو بورت وكذلك من المودل سبيس. أقوم بإظهارها مجددا من هنا وأقوم بحل هذه الأشكالية البسيطة. أرجع إلى اللاي أوت، أتي لهنا، أضغط مرتين حتى أقوم بالدخول إلى المودل سبيس من خلال اللاي أوت. هذه المرة أذهب إلى هذه القائمة وأختار هذه الأيقونة فريز أور ثو إن كارنت فيو بورت. الآن سأقوم بإلغائها من هنا يعني عمل فريز، وأضغط مرتين خارج هذه الصفحة. تلاحظون تم إخفاء الطبقة الخاصة بالدايمنشنز فقط من خلال الفيو بورت رقم 1 فقط. أتأكد من المودل سبيس، تلاحظون تم الحفاظ على هذه الطبقة. أقوم بالرجوع إلى اللاي أوت. الآن أذهب إلى الفيو بورت رقم 2، في هذه المرة سأحاول إخفاء الأثاث. أضغط هنا مرتين، أأتي إلى هذه القائمة وأأتي إلى هنا فرنيتشر، وأقوم بإخفائها أو عمل فريز من هنا. تلاحظون تم إخفاء الأثاث من خلال هذا الفيو بورت رقم 2. أضغط مرتين في الخارج هنا، تلاحظون تم إخفائه من الفيو بورت رقم 2 بينما تم تركه في الفيو بورت رقم 1. أذهب إلى المودل سبيس، تلاحظون كذلك لم يتم إخفائه من خلال هذا المودل سبيس، وهذا هو المطلوب منه. أقوم بعمل مثال بسيط آخر. تلاحظون لدينا هذين الإطارين، فرضا أريد أن أقوم بإخفائهما. أأتي إلى اللاي أوت أو اللايرز عفوا، وأقوم مثلا بعمل طبقة أقوم بتسميتها فريم، أضغط إنتر وأقوم بغلق هذه النافذة. الآن أختار الإطار الأول والإطار الثاني وأتي إلى هذه القائمة وأقوم بوضعهما في الفريم. بعد ذلك أرجع إلى هنا وأقوم بعمل فريز لهم. الآن تم إخفاء هذين الإطارين. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.